بحث أجرته جامعة ليدز وجد أن ثلثي وجبات الغذاء التي يأخذها الأطفال لمدارسهم احتوت على الكثير من السكر، ونصفها فقط كان يحتوي على قطعة فاكهة، وخمسها احتوى على الخضروات. وبسبب نتائج هذه الأبحاث تم تسجيل أكثر من 100 مدرسة في برنامج خاص على مدار 5 سنوات يتم من خلاله تقديم قائمة دعم للأهل بشأن توفير وصفات مغذية وميسورة التكلفة للأطفال. فأفضل طريقة لضمان حصول الأطفال على التنوع والتغذية التي يحتاجون إليها للنمو وفقاً للأبحاث هي تشجيعهم على تناول وجبة مدرسية ساخنة وغنية بالعناصر الغذائية. فبحسب الدراسة تم العثور على 1.6% فقط من علب الغذاء التي تلبي المعايير الغذائية الصحية، إلا أن الدراسة وجدت أن نحو 15% من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة بحلول الوقت الذي بدأوا فيه الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، مستدعى تدخل المدارس لتعليم الآباء ما يجب وضعه في علب غذاء أطفالهم بشكل يومي. ونتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتي اختصاصية التغذية مجد الخطيب، ولكنها ليست معنا هنا في الاستديو، ستكون معنا عبر الهاتف. مجد، صباح الخير إليك وألف سلام عليكي. يسعد صباحك، كيف حالك؟ أهلين يا مجد، يعني إحنا كنا حابين إنك تكوني معانا اليوم، لكن سمعنا إنك يعني في وعكة صحية خفيفة إن شاء الله بتقومي منها بخير، وألف سلام عليكي حبيبتي. الله يسلمك. أهلا فيك مجد. يعني موضوعنا اليوم مهم، وهي دراسة بريطانية تخص اللانش بوكس أو غداء الأطفال في المدارس. كيف تنظرين إلى مدى أهمية الاهتمام الشديد بنوعية الغداء الذي يتلقاه الطفل في المدرسة؟ شوفي، هي المشكلة هلأ صراحة آخر الدراسات أصلا عم بتورجي إنه 50% من الأطفال أو طلاب المدارس عم بيكون في بينهم سمنة، وهي لما نحكي عن هذه النسبة إحنا عم نحكي عن نسبة كتير عالية بين الأطفال أو طلاب المدارس. أكبر تأثير إلها طبعا بعد ما طلعنا من جائحة كورونا وقلة الحركة وكل هذه الشغلات، اللي هي مكونات اللانش بوكس أو وجبة الأكل اللي عم بياخدوها معاهم الطلاب على المدرسة. مشان هيك أكثر إشي لازم نركز عليه إيش مكونات اللانش بوكس اللي إحنا بدنا نحطه لأولادنا بالمدرسة، قديه لازم يكون متنوع، وقديه بنقدر نحط بدائل صحية عن الإشياء الزاكية، الشوكولاتة والشيبس اللي بيحبوها الأولاد تكون معاهم بالمدرسة. مشان هيك لازم ننتبه لهي الشغلات كثير منيح. هلا معظم المدارس عم بيكون بالكافيتيريا تاعتها ما في الجنك فود او مثلا الشيبس والمقالي وهذه الشغلات، وهذه اشياء منيحه جدا، بس هل هذا معناته انه اولادنا ما حياخذوا معهم من البيت الشوكولاته والبسكوت والشيبس؟ ما هي يا من البيت يا من المدرسه، واحد منها عم بياخذوهم معهم. مشان هيك النقطة الأساس اللي لازم نحكي دايما معاها مع أولادنا اللي هي التوعية. يعني ماما أنت اليوم أكلت شوكولاتة، ما في داعي تأكل شيبس، بلاش شوكولاتة وشيبس وعصير الثلاثة مع بعض، نقي إشي واحد فيه سكر. بدل ما تاخد سناكين مثلا الشوكولاتة والشيبس، خلينا ناخد شوكولاتة وبطيخ، شوكولاتة وموزة، عرفتي؟ نبلش ندخلهم على لون الفواكه والخضار برا البيت عشان يقدروا يصيروا يستوعبوها أكثر، يحبوها أكثر. بما انه احنا داخلين على فصل الصيف اسال، فواكه الصيف كثير زاكيه، سواء مشمش، اسكادينيا، جرنك، بطيخ، كرز، كل هذه الشغلات متوفره، اولادنا بحبوها كثير. مشان هيك خلينا نصير نحط لهم باللانش بوكس تاعهم تبروير صغير فيه الفواكه، حصه الفواكه اللي هم بحاجه لها، بياخذوا السكريات اللي هم بحبوها، وبنفس الوقت بيكونوا اخذوا كل الفيتامينات اللي هم بحاجه لها بسعرات حراريه قليله. نعم، تحدثتي عن الفاكهة والخضروات، طب ما هي أبرز أنواع الأغذية الأخرى التي يجب أن تحويها سلة غداء الطفل؟ السندويشة، شوفي إحنا زمان كنا نوقف على الدور على الكافيتيريا عشان نشتري سندويشة فلافل أو مرتدلة ولبن، عرفتي؟ صحيح. بس هلأ شوي صارت الخيارات منوعة شوي أكثر لهم، خصوصا إذا أخذوها من المدرسة. عم نحكي عن مناقيش، عم نحكي عن سندويشة دجاج، عم نحكي عن سندويشة تونة. أنا مش كثير من الناس صراحة اللي بحب الخيرات الدسمة بالمدرسة، وبفضل نروح للخيرات الأخف. إذا بدنا ناخذ من البيت، ما لها سندويشة اللبن والزعتر، ما لها سندويشة الحمص، سندويشة الجبن الحلوم اللي ممكن نعملها إحنا محمصة بالبيت وناخذها. طبعاً إحنا بنقدر ننقي نوع الخبز اللي بيناسب أولادنا وهم بيحبوه أكثر. وأهم نقطة لازم نركز عليها بالأكل اللي عم نبعته مع أولادنا تكون كميته كافية ومشبعة. يعني أنا ما عم ببعت أكل معاه على المدرسة عشان أشوف حالي بين الأمهات إنه أنا بعتت أكل قليل لابني، بالعكس
أنا بدي أبعث كمية أكل مناسبة له تشبعه عشان يقدر يضله مركز بالمدرسة، وبنفس الوقت ما يصير عم بيدوروا الأولاد بين بعض إنهم يتشاركوا الأكل تاعهم لا سمح الله، خصوصاً إذا في أنواع حساسيات معينة بين الأولاد، سواء كانت حساسية المكسرات أو أي نوع حساسية ثانية. نعم مجد، يعني كما تفضلت غالبية الأطفال يحبون السكاكر والحلويات، طب كيف من الممكن أن نخفف يعني هذا الحب لهذه الأنواع من المأكولات، بما أنه يعني أحيانا الأطفال لا يسمعون نصيحة الأهل، فما هي الطريقة الأخرى التي ممكن أن نتبعها يعني لإقناعهم بغير ذلك؟ شوفي، هي الفكرة الأساسية دائما إنه إحنا ما بنقدر نمنع أولادنا أبدا عن السكر، لأنه أول على آخر إذا أنا ما دخلت الشوكولاتة على بيتي حيروح على بيت صاحبه وحيشوفها وحيدوقها، لأنه عنده حب فضول وبحب يجرب هذه الشغلات. فإحنا بنقدر نعملهم إياها بطريقة عكسية، يعني أنت مسموح لك سناك واحد باليوم، سواء كان من الـ الأشياء الزاكية يعني بشكل عام، لبس، شوكولاتة، غم، كل هذه الشغلات. فهي هو جعبالك تاكلها هذه ما عندي مشكله، بس انت بدك تنقي بدك تاخذها على البيت ولا بدك تاخذها بالمدرسه. السناك الثاني بده يكون فواكه سواء عجبه او لا، وطبعا بدنا نبلش بانواع الفواكه اللي هم بحبوها، لانه للاسف يعني اغلبيه الاولاد الصغار اللي عم نحكي معهم بيقولوا لك احنا ما بنحب الفواكه، ما بحب اجربها. طب دقت الفراوله؟ لا ما دقتها، بس خلص منظرها ما بحبه. فهي طالما الاهل ما عم بيعودوا الاولاد انهم يذوقوا انواع فواكه جديده، ما حيكون في عندهم حب الفضول انهم يجربوا، او صراحه يضطروا. يعني احنا على وقتنا اصل ما كان عندنا خيار انه مثلا اجى على بالك تتغدى بكره يلا بنعمل لكم ثلاث طبخات، هي الطبخه بدنا ناكلها ما في مجال. صح. للاسف هلا مع اولادنا لا، انه يلا شو بدكم خلص ولا يهمك، بدكش فواكه خلص هلا بحط لك باكيت بسكوت، لا بدكش فواكه بدك تاكل فواكه، بدكش فواكه بدك تاكل خضره، ما بتحب تاكل خيار وخس وفليفله وجزر ابعتهم معك على المدرسه، بدك تروح تاكل سلطه. ما بضبط نستسلم مع اولادنا لسبب واحد، انه احنا ما بدنا ناذيهم اكثر. الظروف اللي مرت اخر سنتين ما كانت مفيده ابدا صحيا لهم، سواء بالحركه، بالرياضه، بالاكل. نعم، خصوصا اوقات كورونا. بالضبط. صحيح. فمشان هيك احنا هلا الحمد لله طلعنا من وقت الكورونا، بدنا نرجع نشد عليهم بس عشان نقدر نكسب صحتهم، لانه للاسف اعداد الاولاد اللي عم بيكون عندهم مقاومه انسولين واللي هي سببها السمنه والاكل الغير متوازن هي اكثر الشغلات اللي ممكن تدمر صحتهم لقدام. طب بما ان معظم يعني الاطفال لا يحبون الفاكهه كما تفضلتي، ما هي البدائل عن هذه الفاكهه والخضروات؟ لا ما هو بدهم ياكلوا فواكه، بدهم يتعودوا ياكلوا فواكه. انا مش من الام صحيح من الام الدبلوماسيه زياده عن اللزوم في هذا الموضوع، لانه يعني هو فعليا مجد الام غير متواجده مع اطفالها في المدرسه، يعني هي لا تعلم ماذا ياكل او ما لا ياكل. ما هو شوفي المدرسه احنا مش متواجدين معاه بسيطه، بس احنا اغلبيه الامهات بنشتغل، وحتى لما يروحوا اولادنا من المدرسه ما بنكون اول كم من ساعه معهم لنقدر نخلص شغلنا ونكون معاهم بالبيت. فزي ما حكيت لك اذا صعب تشد عليه بالمدرسه ما عندي مشكله، تقول له مثلا انت بدك علبه البسكوت هاي او حبه الشوكولاته هاي على المدرسه ما عندي مشكله، بدك تاخذ معها مثلا شنينه او بدك تاخذ معها علبه لبن مع فواكه، عرفتي، نعطي شوي خيارات صحيه شوي اكثر، وبس يروح على البيت ما في شيء زاكي بده ياكل فواكه وخضره. نعم، يعني انت تؤيدي هذه الدراسه البريطانيه مبدئيا، اذا ما هي نصيحتك لكل الاهالي اللي عم بتابعونا حاليا ولاطفالهم ايضا؟ نصيحتي صراحه انه ما نستسلم مع اولادنا، حكوا مش جاي على بالهم ندور على كثير اختيارات، لانه خصوصا هلا بالصيف اختيارات الفواكه كثير كبيره ومتنوعه، ونطلع اولادنا يلقطوا من الشجر ينبسطوا عليهم يجربوا اكثر من نوع الا ما يحبوا نوع معين. وبرجع بحكي ما في ولد صغير ما بيحب البطيخ صراحه، هلا موسمه وذاكي كثير، فحتى لو اخذ حصه واحده اولادنا من البطيخ او الفراوله او الموز المشمش كل هاي الانواع تكفي انه احنا يبلشوا يتعودوا عشان ما ناذيهم وناذي الجيل اللي بعدهم. اذا هم ما اكلوا فواكه اولادهم تلقائيا ما حياكلوا فواكه وخضار معاهم. نعم مجد، يعني هي اوقات الصيف مختلفه نوعا ما، ماكولات الصيف لذيذة كما تفضلتي، لكن مع أوقات الشتاء يحتاج لطاقة أكثر وأنواع أكثر من الطعام، فيلجأ للسكاكر والحلويات وما وغير ذلك. صحيح. نعم، إذا مجد الخطيب كنت معنا عبر الهاتف، نتمنى لك السلامة دائما، ونتمنى نشوفك معنا خلال الأيام الجاية في الاستديو لأنك دائما بتنورينا. شكرا لك على كل معلوماتك اليوم.